كل الشكر للكابتن خالد العوضي. طبعا برحب بيك يا كابتن خالد وبضيوفك الكرام وكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمه نيامي، مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الحرس الوطني في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا، البطوله طبعا اللي النادي الاهلي بيحمل لقبها في اخر نسختين. بالامس طبعا كان وصول فريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي لمطار ديوري هماني كان في تمام الساعه 9:30 بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات ونصف. طبعا كان في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي لدى وصولها إلى مطار ديوري هماني معالي السفير نبيل مكي سفير جمهورية مصر العربية لدى النيجر وفد من السفارة المصرية. طبعا يعني كان في سهولة في تيسير كافة إجراءات بعثة النادي الأهلي والدور الكبير اللي قام به مسؤول السفارة طبعا مع الكابتن سمير عدي والكابتن سيد عبد الحفيظ، ثم توجه الفريق إلى الفندق مقر إقامة فريق النادي الأهلي اللي بيبعد عن المطار يعني ب 15 دقيقة. كان الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي حريص ان هو يتواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان اللي يطمن منه على كافه الامور. طبعا الكابتن سيد كان كلف بمهام رئيس البعثه، كابتن خطيب حرص ان هو يكون على تواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ يطمن على ترتيبات الوصول واستعدادات الفريق. بدا اليوم النهارده طبعا اليوم او التدريب اليوم اللي هيتمرن فيه النادي الاهلي على ملعب الجنرال سيني كونيتشي، اليوم الاول من يعني اليوم من بدايته كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم كان وجبه الغداء في تمام الساعه 1، ثم المحاضره الفنيه المستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه 3:30. طبعا مستر بيتسو موسيماني اتفرج في المحاضره على بعض الفيديوهات الخاصه بفريق الحرس الوطني، واحد يعني الفريق اللي كان فاز ببطوله الدوري والكاس في النيجر الموسم الماضي، اتفرج على بعض الفيديوهات شرح للاعبين بعض الامور المطلوبه منهم، ثم توجه الفريق الى ملعب الجنرال سيني كونيتشي اللي هيستضيف احداث اللقاء. انطلق يعني تدريب فريق النادي الاهلي في نفس التوقيت اللي هيقام فيه توقيت اللقاء في تمام الساعه 4:30. طبعا ارضيه الملعب هي افضل الاهلي، طبعا ارض ملعب زي ما قلنا افضل بكتير من اللقاء اللي يعني الموسم الماضي احنا كنا يعني قصينا شريط البطوله العاشر على نفس الملعب بملاقاه فريق سوني ديب. من المقرر ايضا ان هيكون اداره المباراه لطاقم تحكيم من غانا بقياده دانيال لاريا حكم 34 عام هيعاونه كواسي اتشيمبونج وبابل باتريك والحكم الرابع تشارلز. طبعا الحكام عقب يعني اداء النادي الاهلي لتدريبه كان طاقم التحكيم موجود بيأدي مرانه، يعني خلال لحظات هيكون فريق اللي هيكون الاجتماع الفني الخاص بالفريقين بحضور طاقم التحكيم ومراقب الكاف، طبعا هيحدد من خلاله بعض الامور الخاصه بالمباراه وايضا الزي اللي هيكون هيظهر به سواء النادي الاهلي او فريق الحرس الوطني. طبعا من المقرر النادي الاهلي هيكون ان شاء الله ظهوره بالزي الرسمي وهو الرداء الاحمر. يوم فريق النادي الاهلي غدا ان شاء الله اليوم اللي هيكون هو يوم المباراة هيكون تناول اللاعبين هيكون وجبة الإفطار في تمام الساعة 9:30، ثم المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسيماني هيكون في تمام الساعة 12:30، ثم وجبة الغداء هتكون في تمام الساعة 1، ثم التوجه إلى ملعب الجنرال سيني كونيتشي هيكون في تمام الساعة 3:45. طبعا الملعب بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي ب 10 دقايق، دور كبير جدا عايز أتكلم فيه على ظهور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي في اختيار فندق يعني قريب جدا من مطار ديوري هماني أو الملعب اللي هيقام عليه اللقاء، قايمين بدور كبير جدا طبعا الدينامو الذي لا يهدأ الكابتن سمير عدلي ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وتنصيب يتم طبعا مع الكابتن محمود الخطيب. النهارده يعني تقدر تقول من ملامح التدريب لعيبه النادي الاهلي مركزه، كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم مع اللاعبين على ضروره البدايات واهميه استغلال البدايات في البطوله. طبعا قال احنا بدانا الموسم الماضي من هنا من نفس الملعب ان شاء الله بنفس الدوافع ان احنا نحقق ان شاء الله فوز في بدايه مشوارنا، ان شاء الله قادرين ان احنا نحقق البطوله الثالثه بمشيئه الله النادي الاهلي على التوالي وتكون بطوله مهمه. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار، ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن خالد لفريق النادي الاهلي، نرجع ان شاء الله مكللين بانتصار وضربه بدايه ان شاء الله تكون موفقه للنادي الاهلي في مشواره نحو البطوله 11 باذن الله. شكرا زميلي فاروق صلاح.